الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. شهر شعبان من الأشهر العظيمة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من الطاعة والعبادة دون غيره من الشهور والأيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر شعبان، وهي العبادة المحببة والمفضلة للمسلم أن يفعلها في شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان، كان يصوم الشهر كله، كان يصوم الشهر إلا قليلا، يعني يكثر من صيام شهر شعبان حتى أغلب أيام الشهر كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن نفعل مثل ما كان يفعل قدر الاستطاعة، يعني لو تقدر أنك تصوم شهر شعبان كله إلا أيام قليلة منه في نهاياته فافعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل العبادات التي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وغيرها من الطاعات وغيرها من العبادات. وهنا نصيحة في غاية الأهمية، أي طاعة وأي عبادة وجدت قلبك فيها فامتثلها والزمها، فإنها قد تكون إرشادا وهديا لك من الله سبحانه وتعالى، وفيها خير لك وفيها نفع لك، فافعل هذه الطاعة أيا كان نوعها. قد تكون هذه الطاعة ذكر لله سبحانه وتعالى، قراءة قرآن، صدقة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل تلك الطاعات لو امتثلتها ووجدت قلبك متعلقا بها فحافظ عليها وأكثر منها مع ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الصيام في شهر شعبان، فإن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم.